ما إن أرخى الليل سدوله حتى وجد ساكنات ولاية تلمسان أنفسهم وسط سيول جارفة هاوت بسيارات كان على متنها رجلين ومرأتين ليلقوا حتفهم بوادي الدالية ببلدية العسة. كمية 30 مليمتر من الأمطار كانت كفيلة بحدوث مأساة. بولاية تلمسان على مستوى بلدية باب العصا كان تدخل مطرحنا الساعة الأولى من صباح اليوم الساعة 0:15 دقيقة للبحث والانتشال جثة 4 أشخاص رجلين وامرأتين جرفتا من سيول واد الدبية كانوا على متن مركبة. من الشمال إلى الجنوب ولاية البيض هي الأخرى شهدت ارتفاعا في منسوب المياه بوادي شاذلي. سيول تسببت في مقتل 3 أشخاص متمثلين في امرأتين ورجل، كما غمرت مياه الأمطار عديد السيارات والمنازل ليتم امتصاصها من طرف الحماية المدنية، بينما عملية البحث عن المفقودين ما زالت متواصلة. كذلك نفس الشيء على مستوى ولاية البيض، من كان تدخلنا صباح اليوم وحدتنا بعد على إثر جرف السيارة على متن 5 أشخاص بسيول واد شاذلي بالقرب من قرية المكتر، وين زاولنا عملية البحث حركة الإرخاء المختصة بدءا من ولاية عين تموشن حتى الساعة تمكنا من انتشال جثث 3 أشخاص امرأتين ورجل، في حين ما زالت تواصل عملية البحث عن امرأة وطفلة. وبولاية عين دفلة تسببت الأمطار الغزيرة المتساقطة ليلة أمس في غلق الطريق الرابط بين منطقتي ولاد باسا والخبابزة، بعدما باغتت سيول الأمطار العديد من المنازل في حادثة ليست الأولى من نوعها في الولاية بسبب تدهور حالة الطرقات. سكنت هذه جت اشتجت على غفلة، ما نشوفوا الحاجة اللي نقدروا نعاونوا بها، ما كان حتى مشكل على مستوى البلدية. الطريقة هذه راهي مسجلة بها تتعاود كامل، اتصلت مصالح الأشغال العمومية راحين يتدخلوا غدوة بإذن الله بهي نحو هذا الكارثة. هذا وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد وجهت عديد التنبيهات من خلال نشريات خاصة تحذر فيها المواطنين من تساقط الأمطار على مدار يومين، لتبقى الحيطة والحذر والتأهب لمثل هذه الكوارث من خلال تنظيف البالوعات والتحضير الجيد والمسبق لموسم الخريف لتفادي وقوع ما لا يحمد عقباه.